اعد لك يا انكل سعيد ومش ماشي اعد لك. ماما دي كمان اتاخرت كده ليه؟ يا رب انا هموت من الجوع، هموت من الجوع. طيب يا سعيد طيب، ما تهدى بقى يا عم خيال تاني. اللي كنت خايف منه حصل يا فوزي. سعيد طمع في فطنة. ايوه سعيد طمع في فطنة، زغللت عينيه، ما صدق بقت بين ايديه. هو هيلاقي زيها فين؟ كلبش فيها يا فوزي، كلبش فيها. يا سلام، ما انت كنت بايع وشاري دماغك مع الموزة النايل وبتاعتك، هتموت على فطنة ليه دلوقتي؟ انت بتقول ايه يا جدع؟ انت بتقول ايه؟ انا اتلططت شويه كده بس عشان عارف ان فطنة رجعالي تاني، لكن الندم سعيد مش هيسيبها. دي مراتي، فاهم يعني ايه مراتي؟ مراته، فاهم يعني ايه مراته؟ ميه بسكر. يا لهوي مسعد، مسعد في ايه يا ماما؟ في ايه من عندك هنا؟ تعالى جري. في ايه بابا؟ ماله؟ مش عارفه، ما بيردش عليا. مالك يا بابا. سعيد بابا سعيد الو. آه يا ماما. لا لا لسه ما جاش. انت اجهدت نفسك كتير، الشغل عندك مرهق للدرجه دي؟ الشغل هو مرهق بعقل. طب ما ترحم نفسك يا حبيبي. انا كاتب لك على شويه فيتامينات واجازه اسبوع. اسبوع مش كتير يا دكتور. هو احنا لاقيينك؟ اكتب لي يا دكتور اسبوعين. اتفضل يا دكتور اتفضل. بابا عنده ايه يا دكتور؟ عنده ارهاق شديد، واضح ان هو بيبذل مجهود فوق طاقته. معلش يا دكتور، اصل بابا بيحب شغل قوي. مفيش حاجه يا اولاد، هو هيبقى كويس ان شاء الله. لو استمر يشتغل بالطريقه دي هيبقى فيه خطور عليه. يا ريت بس ما تخضهمش. لازم اخضهم علشان يهتموا بيه ويوفروا الهدوء المناسب ليه. طب احنا متشكرين قوي يا دكتور، ميرسي تعبناك معانا. ميرسي يا فندم. طب ما هو طول عمره بيشتغل، ما كانش بيجراله كده. معقوله يا ابني؟ ما شفتوش طول النهار؟ من ساعه ما خرج الصبح ما رجعش لغايه دلوقتي. يمكن مسافر. لا، لما نزل الصبح ما كانش فيه في ايديه اي شنطه سفر. الله، امال حكايته ايه الجدع ده؟ مش عارف، يمكن اتحكم عليه وراح يسلم نفسه. اتحكم عليه؟ اتحكم عليه في ايه؟ في قضيه المخدرات. تاني هنرجع للموضوع ده تاني؟ احنا مش قلنا انك غلطان وانه بريء وانك شفت واحد شبهه؟ امال راح فين بس يا ماما؟ اسمع اما اقولك، انت لازم تاخد اجازه من شغلك وتفضل قاعد لحد ما تشوفه وتتكلم معاه. طب
طيب خلاص خلاص ماشي يا ماما، غطيني بقى. ياه الوقت تاخر قوي. ما انا قلت لكم انه مش هيجي، هو بس بيشوفكم بيعمل نفسه شهيد. اطلبه تاني. ما بيردش يا سيدي، ما بيردش. هو عندها؟ اكيد طبعا اكيد عندها. هو كلمني الصبح وقال انه هيطلقها النهارده، وكان مستني ورقه الجواز عشان يطلقها رسمي. عليا النعمه يا جماعه، الجوازه دي عجبته. امال كان بيقول ليه ان الجوازه دي مش عاجباه وان منير ورطه؟ ما هو ساعتها كان لسه على البر، ما هو اللي ما يعرفش يقول كان تلوم. انا مش فاهم انت عايز تقول ايه يا بوري. عايز اقول لسعادتك ان الموضوع لا بالحلاوه ولا بالوحاشه. يلا يلا يلا، ما تفهم حاجه، ما انتوا مش فاهمين كلكم اي حاجه. انت فاهم حاجه من بيقول البوري؟ البوري فيلسوف، عشان تفهمه لازم تشغل دماغك. انا رايي يا جماعه ان احنا نطلبه في البيت. انهي بيت؟ ما هو عنده بيتين. انا كلمته في بيتي، المدام بتاعتنا ردت عليا وقالت لي انه قعد معاها اكتر من 9 ساعات ومشي. معقوله؟ يوضع سره في اضعف خلق. أكبر غلطة عملتها في حياتي، وما كنتش متصور إن منير أخلاقه بالشكل ده. ده بيقول إنك ضحكت عليه ومش عايز تطلق مراته. كذاب وستين كذاب. طب هو ليه دلوقتي بيلف على عبلة؟ مين عبلة دي؟ زميلتي في الشغل اللي قاعدة معايا في نفس المكتب، وشكلهم هيتجوزوا. لا لا لا، ما افتكرش يا سعيد. صدقني يا محسن، أنا شفتهم مع بعض أكتر من مرة، وكان هو بيزوغ مني، وبعدين عبلة لمحت لي إنهم هيتجوزوا. إذا كان هو زعلان منك جدا عشان ما طلقتش مراته لحد دلوقتي. إيه ده؟ هي فتنة ما قالتلوش إن أنا طلقتها بالتلاتة؟ أنا بستناك، أنا بستناك، أنا بستناك، وليلي الشمعة سهرانة بليلة حب، أنا بستناك. وبعدين عدوي بيه واعمل لي قهوه. حاضر يا فندم. تشربي حاجه يا مدام عبله؟ ها؟ بسالك، تحب تشربي حاجه؟ لا ميرسي قوي. طيب روح انت. ماشي يا فندم. ولا اقول لك؟ ايوه اعمل لي قهوه. خلاص يبقى 2 قهوه. حاضر يا فندم. يظهر ان انت عندك شغل كتير قوي النهارده. اه ما انت عارفه انا كنت واخد اجازه 4 ايام. ليه؟ كنت تعبان ولا حاجه؟ لا كان عندي شويه مشاغل لازم اقضيها، وكمان كان لازم اقعد جنب بنتي انيسه. ليه؟ مالها انيسه؟ مالها انيسه كفلة الشر؟ شويه خلافات بينها وبين خطيبها. تلاقيك بقى ما بتشوفش منير. ازاي؟ ده معايا كل يوم، هو ما بيقولكيش؟ مش عارفه ليه امبارح والنهارده بكلمه على الموبايل بتاعه ما بيردش.
غريبه ده، وانا جاي الصبح كلمته ورد عليا. منير؟ ايوه. انت يعني عايزاه في حاجه مهمه؟ لا بس انا كنت طالبه منه خدمه كده، تلاقيه بقى بيسيب الموبايل في حته وبينساه. جايز ممكن. ايه طب ممكن تطلب على الموبايل بتاعك؟ جايز الموبايل بتاعي فيه حاجه. اه قوي تحت امرك. اهو بصي اخر رقم انا كنت طلبته ورد عليا. نجرب بقى. الو؟ ايه يا موني؟ انت فين يا سعيد؟ معقوله كل ما اطلبك الاقيك قافل الموبايل؟ اعمل ايه بقى؟ عريس ومش فاضي. بروح لها كل يوم. ايه يالا جرى ايه يالا؟ مش مراتي؟ طب منير جمد قلبك. انا رجعت في كلامي ومش هطلق. انا بتكلم جد، هو ده موضوع فيه هزار؟ هي كده باخده يا سعيد؟ هي دي اصول الصداقه يا سعيد؟ عايز تاخد مني مراتي يا سعيد؟ هتجوز؟ هتجوز مين؟ مين قالك الكلام ده؟ انت بتتكلم منين؟ انت فين يا سعيد؟ ومين جنبك؟ يا نهار اسود، ابوس ايدك يا سعيد، ما تجيبش سيره الموضوع ده قصادها. خلاص خلاص يا سعيد، هقابلك النهارده ونروح للمأذون ونخلص على الموضوع ده. يا موني، يا منير، يا منير افهمني، يا منير، يا منير اديني، يا منير اديني فرصه اتكلم. طب نتكلم اما نتقابل. مع السلامه. كان بيقول لك ايه؟ مين؟ منير. لا ده كلام بيني وبينه كده. انتوا زعلانين من بعض؟ لا ابدا. ليه؟ يعني عشان ما بيردش عليكي في الموبايل. بس تلاقيه هو مشغول شويه. ما قالكش هو فين؟ لا ما قاليش. هو مش عارف انت عايزه منه ايه؟ طبعا عارف، بس انا كنت عايزه اعرف الخدمه اللي انا طالباها منه عملها ولا لا. تحب اطلبهولك؟ هو اكيد هيكلمني، بس تلاقيه لسه ما خلصش الخدمه اللي انا طالباها منه. عن اذنك. ناشد. لا 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 انا قاعد. يا اهلا يا اهلا يا عم. اهلا بيك. يا اهلا اتفضل. من غير لف ولا دوران. ها كلمتها؟ هي مين دي؟ العروسه زميلتك اللي قاعده قدامك دي. اه قصدك مدام حبله. لسه شويه. لسه شويه ليه؟ يعني موضوع زي ده محتاج ظروف كويسه. لا والظروف دلوقتي مالها؟ اصل في واحد بينافسك عايز يتجوزها. هي اللي عايزاه. بتحبه؟ ما تقلقش انا هطيره لك. اه طب يعني المفروض دلوقتي بقى اتحرك انا شويه. تتحرك ازاي يا عم؟ يعني اقعدها اقول لها كلمتين، اعزمها على الغدا، اعزمها على سينما. سينما؟ انت حضرتك لسه بتروح سينما لغايه دلوقتي؟ امال ايه ما روحش سينما ليه؟ لا يعني الافلام الايام دي مش بتاعتنا، يعني دي بتعجب العيال. طب انا عيل يعني. انا كبيره ليه؟ بدل عيل. يا سلام، استنى عليا ما اعمل بس نيولوك زيك كده. هينفع معاك ده يا عمي؟ ما هو نفع معاك. ما ينفعش معايا ليه؟ هتقدر على مشاكله؟ مشاكله من اين جهه يعني؟ ساعتها حتى البنات كده. الله الله، ايه دي مشاكل؟ انا عايز مشاكل كده ليه؟ انا عايزها احبها قوي. تعالوا يعني. المهم خلينا في موضوعنا. اتحرك انا شويه يعني؟ لا انا رايي تستنى شويه برضو، لان الجو لسه فيه غيوم. اسمع، هرشح لك عروسه انقح بجد. يا سعيد؟ مين يا سعيد؟ نازله ام فضل. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك انت ومراتك؟ هي ترشح لي تفيده وتترشح لي نازله؟ ايه عايزين تخلصوا مني؟ احنا عايزين نخلص منهم هما الاثنين. مسكين وحالي عدم من كتر برارك. سعيد بكر. سعيد بكر. سعيد بكر. سعيد مين؟ انا فضل يا اونكل. فضل ايه اللي عامله في نفسك ده؟
معلش يا اونكل، اصل انا مستني حضرتك بقالي كتير فاتبهدلت شويه. بالذمه مش مكشوف من نفسك؟ ما عشان كده جاي النهارده لحضرتك، يعني عشان احاول افسر سوء الفهم اللي حصل ما بيننا. تفسر ايه وتنيل ايه؟ انا متوقعتش منك ده ابدا. انا اسف جدا وحياتك، لو تديني فرصه للشرح ممكن نروح اي مكان. انا عازم حياتك على الغدا ونتكلم. انا اروح معاك اي مكان وانت بالشكل ده؟ طب ربع ساعة، ربع ساعة بالظبط، روح لأي حلاق يحلق لي بسرعة وبعد كده نتغدى في أي مكان. يعني أنت متخلف يلا؟ متخلف؟ أنا أروح معاك عند الميزان واستناك لحد ما تحلق؟ يلا تعالى اتنيل ادفع عندي فوق وأشوفك عايز تقول إيه. طب أونكل معلش، ممكن دقيقة واحدة بس عشان أشيل الخيمة والحاجات اللي جواها لحسن تسرق. خيمة إيه؟ الخيمة دي حضرتك. الخيمة دي بتاعتك؟ ما الخيمة دي بتاعتي. طب نصيبها هنا ليه؟ اصل انا استنيت حضرتك كتير قوي وبصراحه يعني كنت بستريح فيها واطق قيلوله. معاك نمره مستشفى المجانين؟ خد يا عوضي، عايزك تدفع لي فاتوره موبايلي وموبايل غاد. ياه، ده انتوا اتكلمتوا كتير قوي الشهر ده. جرى ايه يا عوضي؟ انت هتعد علينا التليفونات ولا ايه؟ وبعدين دي عشان التليفونات وعشان تجيب لي شويه فاكهه هقول لك عليها. ايوه انا احب الفاكهه. يا اهلا، ازيك يا سعيد؟ ازيك انت؟ انا زعلان مني جدا. لا استنى هنا، انا زعلان مني جدا. ياه، حد يزعل من الست سميره؟ ده هي الخير والبركه في البيت كله. انا بكلمها هي مش بكلمك انت. زعلان مني ليه يا سعيد؟ انا عملت ايه؟ يعني ابقى رائد ويجيبوا لي الدكتور وما تسالش عليا؟ بعد الشر عليك يا سعاده البهي. والله ما كنت اعرف، اصل رويتر ما قاليش. ما قلتليش ليه يا رويتر؟ انا كنت فاكر ان الدكتور جاي للست انيسه. كان عندك ايه يا سعيد؟ كان عندي شوية إرهاق. ألف سلامة عليك يا سعيد، وأنا معقول أعرف برضو ما أسألش عنك؟ ألف سلامة عليك يا سعيد. سعيد؟ سعيد، ومعقول أعرف ما أطمنش عليك؟ طمنيني، رؤوف رفع القضية خلاص؟ لا لسه. عوضين، الحقيقة هو كلمني من يومين وقال لي النهاردة أو بكرة هيتحدد لها جلسة كمان. ما تشيليش هم، رؤوف محامي شاطر قوي. شاطر فعلاً. وبعدين يا عوضين، في الحقيقة يا أستاذ سعيد، الأستاذ رؤوف محامي شاطر جدا وأخلاقه عالية قوي. أنت طول عمرك ما تعرفش غير الناس اللي أخلاقها عالية. لا مش كل اللي أعرفهم أخلاقهم عالية يعني. في الله يخرب بيتك يا منير، وفي الأندال. أندال فعلا. عوضين، أنا بتهيألي شفت حضرتك قبل كده. إحنا فعلا اتقابلنا قبل كده حضرتك. خمني يا سميرة، مين المجرم اللي معايا ده؟ عرفتي؟ طبعا ما عرفتهوش. ده خطيب بنتي. فضل؟ وإيه اللي عمل فيه كده؟ هو مش حضرتك اللي كنت ناصب خيمة تحت؟ اقعد جوه لحد ما ارجع لك. خش. انت ايه، في حد معاك ولا ايه؟ ده الباقي في فضل. انت شفته فين؟ قاعد قصاد البيت ناصب خيمه وقاعد فيها. هو مش كاميرا على الكشافه برضه ولا ده؟ يعني تصرفاته غريبه. اسمعي، انا مش عايز انيسه تعرف انه موجود لحد ما اقعد معاه وهزقه لان ما سالش عليها. بالراحه عليه، هو ما يعرفش كان. ما يعرفش؟ طب ايه اللي خلاه ما جاش المده دي كلها؟ اكيد اتخانق معاها وزعلها، اكيد هو السبب. يا سعيد قلت لك بالهداوه، بنتك بتحبه. طيب مش عايز حد يخش علينا لحد ما اخلص كلامي معاه. بالعواقب سليمة يا رب، والله أنا ما أنا ناقصة. أنت إيه اللي عملته ده؟ هو أنا زي ما قلت لحضرتك، الموضوع كله مجرد سوء تفاهم يعني. سوء تفاهم مع مين؟ معايا أنا. إزاي يعني؟ أصل أنا شفت واحد كان شبه حضرتك قوي. واحد مين؟ واحد كان مقبوض عليه ومرحلينه في بوكس. ايه ده؟ واحد مرحلينه في بوكس؟ ازاي يعني؟ مش فاهم يعني كده. اتكلم بهدوء عشان افهمك. انا اقول لحضرتك، انا كنت رايح ازور واحد ضابط صاحبي في مديريه امن الجيزه، فلقيت شويه ناس كده مقبوض عليهم وبيحطوهم جوه البوكس مرحلينهم. واحد منهم بقى الخالق الناطق شبه حضرتك. وبعدين سالت امين شرطه فقال لي انه تاجر مخدرات. وطبعا انت صدقت ان انا. ما هو ده بقى سوء التفاهم اللي انا بقول لحضرتك عليه. قول لي يا ابني، انت
قلت الكلام ده لحد هنا في البيت؟ قلت الأنيسة وهي اتخلقت معايا وزعلت مني. يعني انت السبب في المصيبة اللي حصلت؟ هو ايه اللي حصل؟ جالها صدمة عصبية وفقدت النطق. ايه؟ يعني انا هتجوز خرزة؟ غور من قدامي. انا مش فاهم انت كنت بتنجح في الجامعة ازاي؟ انت اغبى واحد شفته في حياتي. حقك عليا يا أنكل. بعد ايه؟ بعد خراب بلطة؟ ليه؟ هي أنيسة عمرها ما هتتكلم تاني ابدا. البركة فيك. طب انا مستعد اخش استعطفها واترجها واعتذر لها. اعتذارك هيفيد بايه بعد ما فهمتها ان ابوها تاجر مخدرات؟ طب حضرتك قول لي اعمل ايه وانا مستعد اعمله عشان اصلح غلطتي. انت مصيبه من مصايب الزمن. تمام حضرتك. وغبي اكيد حضرتك ودمك يلطش. صح حضرتك. بس اعمل ايه؟ بنتي عايزاك. وانا كمان عايزها. اسمع يا سيزفت، انت انا عايزك تقول لها ان الراجل اللي انت شفته مقبوض عليه طلع مش انا. طلع الراجل؟ طلع مش انا. اكذب يعني؟ بس هو راجل كان يعني المفروض شبه حضرتك انت. انت هتجنني يا ابني. ما اقصدكش انت، انا اقصد نفسي. افهمني. افهم يعني حضرتك انت اللي هتقول لها الكلام ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ركز وحاول تفهمني. يعني انا عايزك تقول لها ان انا ما طلعتش انا. ايوه اديك بتلخبطني. انت فضل. انا فضل. انت فضل. انا فضل. وبنتي اسمها انيسه اللي هي خطيبتك. تمام. انا عايزك تخش تقول لانيسه ان الراجل اللي انا شفته مقبوض عليه ده طلع واحد شبه ابوكي مش ابوكي، ولما سالت عليه طلع اسمه مش زي اسمي انا. اسمه مش زي اسمي انا؟ يعني ما اسموش سعيد مسعد ابو السعد. امال اسمه ايه حضرتك؟ هقول لك اسمه ايه بعد ما اقتلك. انت عارفه مين اللي بره؟ فضلي حبيبتي. فكيها بقى والنبي، فكيها عشان خاطر امك والنبي تفكيها بقى. ايه ازاي حبيبي ابوها النهارده؟ طب انا هطلع اقعد معاها بره عشان ما اقعدش لوحده. انا لما قابلت فضل وعاوز يتكلم معايا كان عايزنا نخرج نقعد في اي مكان. انا اصريت اجيبه هنا في البيت لان مهما كان ده خطيبك، يعني في مكانة ابني. انا عرفت انت زعلتي منه ليه. انا كنت فاكر ان انا بحبك قوي، لكن اكتشفت انك بتحبيني اكتر. كنت مخبيه الحب ده كله فين؟ المهم انه طلع بريء، والراجل اللي افتكره انا ده طلع واحد شبهي. يعني تمام لو حد شاف واحد شبهي ماشي في الشارع ومعايا واحده ست يجي يقول للماما ان انا اعرف واحده غيرها. عشان كده انا عذرته. صدقيني فضل حالته وحشة قوي دلوقتي. انت عارفة كنت دايما اتريق عليه، لكن اتأكدت انه بيحبك وهو حاسس بالذنب وبتأنيب ضمير ان هو السبب في اللي حصل لك. عشان خاطري يقبل اعتذاره. قلتي ايه؟ فضلي ده جاي عشان يقعد معايا، ما تطلعوا تقعدوا معاه بقى. فضلي تعالى. ايه ده؟ ايه اللي جابوا الشقه زي ده هنا؟ عيب بلاش طولة لسان. يا بابا حضرتك ما تعرفش قال عليك ايه؟ انا عرفت كل حاجه خلاص. قدامي يا وش الاذيه. بقى ايه اللي بيحصل ده يا ماما؟ ازاي بابا يسامحه بمنتهى السهوله كده؟ انتي مالك؟ انتي هتعرفي مصلحتها اكتر مننا؟ هي دي انشقلب حالها ولا ايه؟ يا ريت انتوا بس تتسهلوا كده وتفضلوا حلوين لغايه ما يجي يسامع عشان يخطبني. يا رب يهديها يا رب. وربنا يهديه هو كمان. ربنا يهدي الجميع. مش قادر تقول يا رب؟ يا رب. ايوه يا فضل يا ابني، انت فين؟ انا بعت لك البت بالاكل، لا لقيتك في العربيه ولا في الخيمه. ايه انت عندهم دلوقتي؟ ها اتكلمت مع سعيد؟
اوعى تكون لبخت في الكلام، حكيم انا عارفاك لخمه. لا خلاص الحمد لله كله تمام. لا انا فهمت انيسه وعمي انه الغلط كان مني وانه مجرد سوء تفاهم والحمد لله تمام. لا انا هتغدى هنا النهارده. ماشي يا ماما. تكلمي انيسه؟ مش وقته يا ماما. يا ماما مش وقته. خلاص خلاص مش 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 بعدين. خلاص انت كل ده رغي في الموبايل يا ماما. خلاص انا هكلمك هرنلك. ماشي يلا يلا باي باي. مع السلامة. مع السلامة. ما خلتنيش اكلمها ليه؟ ما انت عارفة ماما. ايه ده؟ انت اتكلمتي؟ امال ايه اللي انت سمعته ده؟ انيسة انت بتتكلمي بجد يا انيسة؟ انت اتكلمتي ها؟ يا اونكل طنط انيسة اتكلمت. انيسة اتكلمت. يظهر مفيش حد جوه. جوه يا مولانا جوه. الاتنين اللي عايزين يتطلقوا. ايوه الاتنين هيطلقوا ان شاء الله. انت متاكد؟ ايوه متاكد يا مولانا. طب اضرب الجرس تاني. جايز نايمين. نايمين ايه؟ ما انا ما صحش كلام ده قصادي. عيب يا اخي. طب جايز ربنا مش رايد ان الطلاق ده يتم. يلا بينا. يلا بينا ده ايه؟ الطلاق ده هيتم دلوقتي. يعني هيتم دلوقتي ان شاء الله على جثتي. يا راجل يا راجل انت بتحرم على الشر ليه؟ شر ايه بس يا مولانا؟ انا متفق معاهم على كده. مش جايز ربنا هداهم بدليل انهم مش عايزين يفتحوا. مش عايزين يفتحوا؟ انا افتح دماغهم وبغني تشددهم. افتحوا عندنا يا جمله. اعوذ بالله. استغفر الله العظيم. انت اصلك مش فاهم حاجه يا مولانا. انا متفق معاهم يقضوا يومين مع بعض على الحكايه ما تتم يعني وتتقضي. ايوه بعد كده يطلعوا. ده اتفقنا مع بعض. أنا سامع صوت تليفون بيرن جوه. مهنا غطالبهم يا مولانا. أيوه طيب مادام ما بيردوش يبقى يا إما مش موجودين يا إما موجودين ومش عايزين لا يفتحوا ولا يردوا. اوعى مولانا ده مفيش حد. لا لا عيب عيب كده ما تصحش. دي حرمات. دي شقتي يا مولانا. شقتي. شقتك إزاي؟ أمال اللي جوه دول إيه؟ ماشي 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 يا سعيد. ماشي يا فاطمة. ولا تضايق نفسك. حصلت كمان بتوع نفسهم بالترباس الواقف بره. طب ده يمكن يا استاذ ربنا هداهم مصطلح. ويلا بينا. يلا بينا. ده ايه يا مولانا؟ انا مش هسكت. افتحي يا فاطمه. افتحي. ماشي يا سعيد. ماشي يا صاحبي. عيب عليك يا سعيد. انا اعز اصحابك. ما تفتحوهاش قدام الناس يا جماعه هيقولوا علينا ايه. شكلي وحش قوي في الوقفه دي. يا استاذ يا استاذ سيبهم بقى في حالهم. يا مولانا انا هفهمك. اللي جوه ده أعز أصحابي، أخويا، حبيبي. إداني وعد إن الطلاق يتم النهارده. أنت يرضيك بقى يرجع في كلامه؟ طبعًا! طبعًا يرضيني! يا أستاذ عيب إن أبغض الحلال عند الله الطلاق! أنا عمري ما شفت كده! أنا عمري ما بس يا مولانا! يا مولانا استنى! السلام عليكم. لن أهلًا يا سهل. يا أهلًا وسهلًا. ازيك يا رؤوف؟ وحشني. وانت كمان وحشني جدا. يعني بتسال اخويا؟ لا وانت اول اللي بتسال. لا انا كنت معذور. تصور انيسه بنتي الكبيره تعبت قوي لما اتخانقت مع خطيبها. يا ساتر. وفقدت النطق بس دلوقتي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يا سعيد تاخد ايه؟ يعني لو بني كويس هاخد قهوه عليها. انا عندي بني كويس جدا. داليا داليا. اهلا يا سعيد منور. اتنين قهوه عليها بسرعه. يا اهلا وسهلا. اهلا ايه طمني. ها اخبارك ايه؟ لا الحمد لله المكتب دلوقتي بيشتغل كويس جدا. البركه فيك يا سيدي. بتبعت لي زباين. جمايلك كتيره قوي يا رؤوف. يا ريت اقدر ارد لك جزء. اخبار قضيه سميره ايه؟ اتحدد لها جلسه الاسبوع الجاي. هنا ولا في اسكندريه؟ لا في اسكندريه. المدعي عليها عايش هناك. رؤوف انا عايزك تهتم بالقضيه دي قوي. واضح ان مدام سميره تهمك قوي. دي عشره عمر. الحقيقه هي كمان ست في منتهى الرقه. بتشوفها؟ يعني جات لي ثلاث مرات. كنت طالب منها اوراق ومستندات. بس واضح انها بتعزك قوي يا سعيد. زمان انا وسميره كنا هنتجوز لكن حصلت ظروف بقى. كانت قصه حب؟ تفتكر يعني واحد في سني عنده اولاد على وش الجواز
ممكن يحب؟ اه طبعا ممكن. الحب ده اقوى من ارادتي وارادتك يا سعيد. لما يدق باب اي حد فينا ما نقدرش تصده. يجوز بالنسبه ليك، لكن بالنسبه لي انا الحب هيبقى مدمر لبيتي واولادي. معك حق يا سعيد، لكن اللي زيي محتاج للحب ده. انا عايش في وحده فظيعه جدا. تصدق يا سعيد، انا احيانا لما بيمشي اخر زبون من عندي ببقى عايز اجري وراه واندهله عشان يقعد معايا. يا ساتر. طب بقول لك ايه، انا وجماعه اصحابي كده بنتقابل مرتين ثلاثه في الاسبوع، كل واحد حسب ظروفه. ما تيجي تقعد معانا؟ اهلا وسهلا. انتوا بتقعدوا فين؟ ما تضحكش، احنا واخدين دكان عاملينها قعدتنا. دكان؟ ليه دكان؟ مفيش شقق؟ مفيش كافتريات؟ قهاوي؟ مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. كده برضه يا سعيد؟ كده برضه هروح بالمأذون لحد البيت واخبط عليك ما تقدرش تفتحلي؟ انت رحت له في انهي بيت؟ بيت انا طبعا. الكلام ده بجد يا سعيد؟ انت مصدق يا فوزي؟ انتوا تعرفوا عني الاخلاق دي؟ ما تقول لي يا محسن. طب ليه؟ ليه يا اخي ما طلقتهاش لغايه دلوقتي ليه؟ ما تتكلم يا محسن ساكت ليه؟ انت اخر مره رحت فيها شقتك امتى يا منير؟ كل يوم بروح البيت واخبط عليه اي ترمس على نفسه من جوه بتغبس. اه تبقى هي بقى اللي مش عايزه تفتح. هي هي. بقول لك يا سعيد، عايزك في كلمتين على انفراد. يلا بعد اذنك. يلا يا منير، بقى لنا ربع ساعة ما فتحتش بقك بكلمة، قول حاجة يا أخي. سعيد، أنا اخترتك من وسط الناس كلها علشان تنقذني من الورطة اللي كنت فيها. عارف ليه؟ علشان بثق فيك، بحترمك، بعتبرك زي أخويا بالظبط. وأنت عارف أنا قابلت أعمل اللي طلبته مني ليه؟ لانك زي اخويا بالظبط. في اخ يطمع في مرات اخوه؟ بالطبع لا، لكن من واجب الاخ على اخوه لو شافه تايه يفوقه، لو شافه مايل يعدله. ومنير ما تنساش انت مش زي اخويا بالظبط، لا انت صاحبي كمان. وعشان صاحبك تعمل فيها ده كله تطمع في فتنه؟ انا مش عارف ازاي تتخلى عن واحده زي فتنه. يعني بجد الست دي، الست دي رغم كل السيئات اللي فيها بتحبك بجد. وبعدين انا شايف انك ما عرفتش تحتفظ بيها. آه بركة فيك يا أخويا. طبعاً على الأقل عرفتك قيمتها وفوقتك من الدوامة بتاعت عبلة وغيرها. أنا مش عارف أزعل منك ولا من نفسي ولا من فتنة ولا من الدنيا كلها. أنا عارف إني بعمل حاجات كتير غلط، حياتي دايماً فيها اتنين وتلاتة وأربعة وأقول لنفسي ده غلط، لكن برجع وأعيده تاني. وللأسف هتعيده تالت ورابع، لأن الجواز بالنسبة ليك إنك تاخده بس. منير انت عايش حياتك لنفسك وبس. واللي انت بتعمله في نفسك دلوقتي ده معناه ايه؟ مش معناه انك عايز تعيش لنفسك وبس. ايوه بس انا عندي مراتي وبيتي واولادي. اه يعني انا ما قدرتش احقق السعاده اللي كنت بحلم بيها، لكن في النهايه انا مش رافض حياتي. بقول لك ايه، انا جاي انهي كل حاجه بينا. مش عايز اشوفك يا اخي، مش عايز اعرفك تاني. هنيالكم ببعض انا وناهد. والنبي يا اخويا انت وفوتنا. ماشي، لو احتاجتني انت عارف مكاني وهتلاقيني برضو جنبك. احتاجك تاني؟ لا خلاص انا تبت، تبت خلاص. انا بعد فوتنا ما كانش في حياتي غير امي وخالتي وبس. لو عايز بروح لهم الله يرحمهم بقى. اوعى منير. نعم. الورقه دي في جيبي من ساعه ما ابتديت تدور عليا. طلقت فوتنا؟ طبعا. اما ابتديت تتهرب مني طلقتها وما رضيتش اقول لك عشان اعلمك الادب. مش عارف اقول لك ايه يا سعيد. ما تقولش حاجه. ايوه ايوه حاضر حاضر. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مش دي شقه الاستاذ شاهين مرعي ابو زيد؟ ايوه يا فندم. خير؟ في ايه؟ في اعلان من المحكمه علشانه. حاضر ثانية واحدة. شاهين شاهين يا شاهين. خير يا رسمية؟ في ايه؟ في اعلان من المحكمة. اعلان من المحكمة؟ اللهم اجعله خير. يا اهلا
يا اهلا يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. اتفضل منور. اتفضل يا استاذ. خير يا استاذ؟ ده اعلان عن ميعاد جلسه القضيه. قضيه؟ قضيه ايه؟ لو تحب حضرتك نقول لم يستدل على عنوانه. انا تحت امرك. ايوه لم يستدل على عنوانه، وانا هنجيب معاك بالاخر. خد يا استاذ. اليد ما انعدماش. كنا عايزين نجيب لك حاجه ساعه. شاكرين قوي 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 قوي. شاكرين يا استاذ. شاكرين يا اخويا. شاكرين. حاسب. خير يا شاهين؟ في ايه؟ في ايه؟ بصير. سميرة رفعت قضية، وطبعا اللي وراها الواد اللي جرجرته معاها لحد هنا. انما انا هنجيب من الاخر. مش هنسكت يا سميرة. هنطربقها فوق دماغك ودماغه. انت ايه اللي خلاك تطلع مراتك؟ انا طلقت مراتي؟ اعوذ بالله. انا لسه سايبها في البيت، وكانت نايمة جنبي لحد الصبح. انا ما اقصدش مدام ماهر، انا اقصد مرات منير. اديك قلتيها بلسانك، مرات منير مش مرات سعيد مسعد ابو السعد. بس انت اتجوزتها رسمي، ولا هتنكر دي كمان؟ فهمت انت زعلانه ليه؟ عشان منير ناوي يرجع لها مش كده؟ يعني ما كنتش قادر تستنى شويه؟ لو كان منير حكى لك الحكايه بامانه كنت عرفت ان انا اتجوزتها خدمه صاحبي. صدقيني يا عبله انا مش عارف عملت كده ازاي. انا اتجوزتها عشان اطلقها، عشان يقدر يرجع لها بعد شهور العده، لانه بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها. قصدك كان بيحبها؟ طب جوزها لي ليه؟ لانه ما كانش شافني وحبني. صدقيني منير حب استاد كتير. ارجوك ما تحاولش تشوه صورته قدامي. انا خايف لما تعرف الحقيقه تتصدمي وتقولي يا ريت اللي جرى مكان. لا ده انت اصبحت لا تطاق. انا لا يمكن اقعد معاك في اوضه واحده، حتى لو كنت قريب رئيس الوزراء مش وزير. قريب وزير؟ انا؟ انت جبت الكلام ده منين؟ الشركه كلها عارفه. امال هم بيحترموك ليه؟ لا من فضلك، الشركه كلها بتحترمني من ساعه ما تعينت فيها من 25 سنه. وإذا كانت ذاكرتي ما خانتنيش، مفيش وزير قاعد في الوزارة 25 سنة. طب سيبك من الكلام ده كله، وخلينا في موضوع. سيبك أنت من منير، وليكي عندي جوازة سقع. ومين قالك بقى إن أنا بدور على عريس؟ أمال منير يبقى إيه؟ عروسة؟ منير؟ منير بقى كل حياتي، وأنا لا يمكن أفكر في حد تاني. صدقيني، منير مفيش منه رجا. إيه رأيك في حماية عبد العظيم بيه؟ حضرتك بتتريق؟ أنا بتكلم جد. عاوز تجوزني واحد قد جدي؟ يعني ما تصغريش نفسك للدرجه دي، قولي قد ابويا يعني. وبعدين عبد العظيم بيه ده وكيل وزاره سابق، يعني يافطه محترمه، وفوق ده كله عنده قرشين كويسين وشقه واسعه. صدقيني انا شايف انه عريس لقطه. انا ما اعرفش كمان انك دمك خفيف. انت ليه مش مصدقني بتكلم جد؟ ارجوك يا استاذ سعيد اقفل الموضوع ده بقى. عارفه لو وافقتي هتبقي عملتي لي خدمه مش هنسالك طول العمر، وانا متاكد انك هتشكريني عليها طول العمر. وبعدين بقى في حرقه الدم دي أرجوك يا أستاذ سعيد كفاية. عبلة أنا بتكلم جد. عبد العظيم بيه ده لقطة. في سنه ده بيعرف أربع رقصات، تخيلي بيرقص أربع رقصات، واحدة منهم اسمها صلصة باين. يعني أنا شايف إنه عريس كويس بجد، وفوق ده كله هو بيحب الحياة. أرجوك يا أستاذ سعيد، أنت ليه عايز تدفني بالحياة؟ بقى جوازها مني كأنها بتدفن نفسها بالحياة. ليه؟ هي فاكراني صورة بيه. للأسف محدش عارف قيمتك يا خالي. الوحيدة اللي عارفة قيمتي هي مديحة مراتك. والله خسارة فيك. يا عمي انت عايز تتجوز مرات محسن؟ لا لحد هنا بقى وستوب. انا ما عنديش استعداد اطلق مرات. هو انا كنت الاقي احسن منك برضو يا خالي. يا سلام يا سلام على الذوق. شايفين الحنية والكلام الحلو؟ يا سلام عليك يا مديحة. والله انا حاسس ان جوازي هيكون على ايديكي. يعني هو انا قصرت؟ ما انا عرضت على الست سميره اللي جنبنا وهي اللي رفضت ما رضيتش. يا بابا صدقني والله ما هتنفعك غير تفيده. طب تصدق تفيده دي عروسه مناسبه جدا ليك يا خالي. جري عادي يا محسن، انت هتفهم مين اللي مناسبني اكتر مني. اطمن يا خالي، انا بقى هجوزك بنت بنور. يا سلام يا سلام يا مديحه، دي تبقى جميله مش هنساها طول العمر. هطول رقبتك. يا عم يا جامد. اما تقول لمراتك تخف بقى. يا هزار يعني؟ والله. انما انت يا بابا انا مش فاهمه ملهوف على الجواز كده ليه؟ ده الشبان الصغيرين الواد مسعد ابني بتحايل عليه مش راضي. وهما الشباب اليومين دول على قد الجواز ده، يا دوب الواحد عارف ياكل نفسه وعيش حاف، ويا ريت كافيه على العيش بس. الغدا جاهز يا استاذ.
اتفضلوا الغدا. جرالك ايه يا منير؟ انت بتهرب مني ولا ايه؟ في حد يهرب من حياته من قدره؟ طبعا يا سيدي، ما هو سعيد طلق مراتك وانت قاعد مستني العده عشان ترجع لها. ارجع لمين بس يا مجنون انت؟ طب ده انا امبارح اديت سعيد حته درس عمره ما هينساه. تقول تعالى هنا يا جدع انت، تعالى هنا قدامي. انت ازاي تطلق فطنه من غير ما ترجع لي؟ وقلت له ايه كمان؟ مين قال لك ان عايز ارجع لها؟ ده انا ما صدقت خلصت منها. انت قلت له كده؟ امال هو يعني قال لي كده على كوبري؟ يا حبيبي يا منير ظلمتك، سامحني. يا ستي المسامح ربنا. المشكله دلوقتي فطنه بعد ما طلقت من سعيد هتبتدي بقى تجري ورايا وتتلزق لي وتتمسح فيا، ما انا عارفها. وهتعمل ايه دلوقتي؟ وانا هعبرها. طب وهتعمل ايه في مستقبلنا مع بعض؟ مستقبل ايه يعني بالظبط؟ مستقبل اي اتنين بيحبوا بعض. ها؟ لا من حد يطمني، اديني بس فرصه ارتب اموري كده وكل شيء هيتحل ان شاء الله. شوفي هنتجوز يعني هنتجوز، انا ورايا ايه؟ اتفضل. تسلم ايدي. بس انت النهارده بقى عجبتني بشكل. الحمد لله اني ابتديت اعجبك. يا حبيبي انت عاجبني على طول، بس انا مش عارفه ايه اللي شقلب حالك كده. معلش قولي لي ايه اللي عجبك بقى عشان ابقى اعمله على طول. لما ضحكت على بابا وقلت له ان عبله ما رضيتش تتجوزه حسيت انك خايف على مشاعري. انا طبعا بخاف على مشاعرك، بس انا ما كدبتش عليه، انا قلت له الحقيقه. هي فعلا ما رضيتش؟ انت كنت متوقعه ان عبله توافق على الجواز من ابوكي؟ وما توافقش ليه يا سعيد؟ هي طول تتجوز واحد زي بابا؟ ما تفوقي نفسك وتتكلم عدل امها. طب ايه رايك بقى ان انا مش عايزه طول الشرف ده؟ على ايه ان شاء الله؟ والله العظيم ده انا لولا بس مراعيه مشاعر ماما الله يرحمها لكنت جوزته احسن جواز. وبعدين انا عايز اعرف ايه اللي وداك لسميره تطلبي ايه ده لابوكي؟ وانت ايه اللي مزعلك كده؟ هي من بقيه قرايبك؟ لا انا مش زعلان ومش حد من قريب ده يعني، بس هي كمان رفضت يعني. اه بس هي يمكن رفضت لاسباب ثانيه. ايه اسباب ثانيه يعني ايه؟ خليها على الله بقى، انا اصلي مش عاوزه اتكلم. احسن حاجه قلتيها انك مش عاوزه تتكلمي. طبعا انت طول ما انت في البيت مش عايز تسمع لي صوت خالص. انا ما قلتش كده، اتكلمي زي ما انت عايزه، بس الكلام اللي ممكن يتسمع. طيب يا سعيد خليك كاتمني كده لما نشوف اخرتها ايه.